زيتو تخرجها ديريكت مباشره لحمل السلاح، خرجها سطحي بطحي، قالك لازم هزان السلاح. ها نوريكم الفيديو ودوك نعلقوا عليه. هذا لايف جديد تاع البارح. انا شخصيا الحل الوحيد معايا هو اغتيالي. ما عدا اغتيالي فباذن الله والله ما توقفت ما دام عندي نفس في هذا الجسد. احذروا، الايام القادمه، الاسابيع القادمه حاسمه في تاريخ البلاد. هاي جايه الهضره على السلاح ايها الاخوه، دوك يهضرها على السلاح مباشره وبكل وضوح، ما هي لا فبركه لا والو، باش ما يقولوش فبركوا له الفيديو ولا. قال لك الايام القادمه حاسمه، احذروا الايام القادمه حاسمه، وراه يخوف الشعب، شوفوا مليح. الايام القادمه، الاسابيع القادمه حاسمه في تاريخ البلاد. اما ان نكون او لا نكون. اما ان نكون او لا نكون. هذه المقدمات، من بعد نحكي لكم على المقدمات الكبرى والمقدمات الصغرى والنتيجه. اما ان ننهض او نختفي. اما ان تقوم لنا قائمه او نسحق الى الابد، لا قدر. ليس لنا اي مخرج اخر. قالك ليس لنا اي مخرج اخر. لا قدر. ليس لنا اي مخرج اخر. قالك ليس لنا اي مخرج اخر. وش هو المخرج سي زيتوط؟ غير انقاذ البلاد. انقاذ البلاد، كيف تنقذ؟ شو هو المخرج سي زيتوط؟ غير انقاذ البلاد. انقاذ البلاد، كيف تنقذ البلاد؟ اذا اردنا الا تتحول البلاد الى ما يشبه اليمن، الى ما يشبه ليبيا، الى ما يشبه سوريا. هنا راه يهدد، قال لك يعني في الاسابيع القادمه لو كان ما نحسموش الامر راح تتحول البلاد الى ليبيا ولا سوريا ولا اليمن. كيفاش؟ دوك يشرح لنا. وفيه ناس لم يعد لديها ما تخسر. قال لك كاين ناس ما عندهم ما يخسروا. ناس ما عندهم ما يخسروا، يعني كيهزوا السلاح نورمال. فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. ها واش يديروا؟ سيأتي من يحمل السلاح. سمعتوا؟ قال لك الناس اللي يصابون بالجنون اليوم. فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. ها واش يديروا؟ سيأتي من يحمل السلاح. سمعتوا؟ قال لك الناس اللي يصابون بالجنون اليوم، منهم اللي يصاب بالجنون؟ يعني اللي الناس اللي مقلقهم بالهضره هذه ويظل يقلق فيهم ويظل يشحن فيهم الى درجه الاصابه بالجنون، لانه هو ايها الاخوه راه رجع الاتباع تاعو، رجعهم مرضى نفسانيين، حتى نرجعوا يسبوا ويشتموا، ومن كثره الشحن وتسويد الامور رجعهم مرضى نفسانيين ومستعدين لحمل السلاح، وهو راه يهدد بهم. اسمعوا مليح، نعاود لكم. اذا اردنا ألا تتحول البلاد إلى ما يشبه اليمن، إلى ما يشبه ليبيا، إلى ما يشبه سوريا. وفيه ناس لم يعد لديها ما تخسر. أردنا ألا تتحول البلاد إلى ما يشبه اليمن، إلى ما يشبه ليبيا، إلى ما يشبه سوريا. وفيه ناس لم يعد لديها ما تخسر. فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. سيأتي من يحمي السلاح. الطبيعة لا تقبل الفراغ. فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. سيأتي من يحمي السلاح. الطبيعة لا تقبل الفراغ. عصابات ولا بطلنا، تبلغ على الفساد يدفعوك الثمن، يسجنوك، يطردوك، يجعلون حياتك جحيم. ولذلك إخواني، ليس هناك مخرج، ليس هناك حل إلا الحراك الشعبي السلمي اللي يؤدي إلى نهاية هذه العصابات المجرمة، لأن بدون نهايتها ستكون لا قدر الله، لا قدر الله، نهاية الجزائر. احذروا إخواني، احذروا، الأيام القادمة، الأسابيع القادمة حاسمة في تاريخ البلاد. إما أن نكون أو لا نكون.
إما أن ننهض أو نختفي، إما أن تقوم لنا قائمة أو نسحق إلى الأبد لا قدر الله. الأمر في أيديكم جميعنا بلا استثناء، في الداخل وفي الخارج، في الشمال وفي الجنوب، في الشرق وفي الغرب، كل أهل البلاد مطالبين فرض عين على إنقاذ البلاد. ليس لنا أي مخرج آخر غير إنقاذ البلاد. ليس لنا إلا أن نتعاون، نتضامن مع بعضنا البعض، الشعب يتضامن مع بعضه، يتعاون مع بعضه، يتكاتف مع بعضه، يسامح بعضه البعض، يتناسى كل الخلافات، ويقوم قومة رجل واحد وإنسان واحد في مواجهة هذه العصابات. إذا أردنا ألا تتحول البلاد إلى ما يشبه اليمن، إلى ما يشبه ليبيا، إلى ما يشبه سوريا، لأنهم يخوفوا في الناس، وفيه ناس لم يعد لديها ما تخسر. وإذا لم يتقدم العقلاء الصفوف، فإن الناس الذين يصابون بالجنون الآن هم الذين سيتقدمون الصفوف. إذا لم ينهض أهل السلمية والمواجهة والصبر على المواجهة السلمية، سيأتي من يحمل السلاح. الطبيعة لا تقبل الفراغ. إذا لم تخرج المدن، كل المدن بعشرات الآلاف في كل مدينة، وآلاف في كل مدينة، وفي المدن الكبرى بمئات الآلاف، وخاصة العاصمة، فليس هناك مخرج آخر إلا الضياع والفناء، واللي يموت في البحر، واللي يموت بلا دروغ، واللي يموت منتحر، واللي يموت بالقنطة، واللي يموت بالأمراض، وأحيانا يقتلوه بالكورونا. انتفضت شعوب كثيرة وتحركت شعوب كثيرة، فحضروا أنفسكم لإنقاذ وطنكم وإنقاذ أنفسكم وإنقاذ شعبكم، فهذا هو الطريق. حيا الله الأحرار في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.